حطه جنبها. يلا يا شباب انا عايز ابدا، احنا جايين متاخرين. معلش يا اسامه، تلم الورق. انت حليته ولا معتمد ان الموضوع ده ما حلتش ولا ايه؟ هو سؤال. ايوه هو سؤال بس عايز الورق. مين خلص؟ يلا يا شباب انا عايز تاخد الورق عشان بس بالنسبة للـ Young Age، معظم الأسباب اللي بتحصل نتيجة الروتين الأكسترا
اكيد دي برضه حاجه بالليل. طيب ايه تاني؟ عندنا السموكي اللي هو يعتبر ايميل كوز بما فيه الريس. عامة انا عندي برضه هنا السموكي ده هو الميل كوز اللي يعتبر ريسك فاكتور مشترك من جميع الحاجات الكلوريه. سواء بقى سكيلينج كارد فايبر تنشر ما ينسى هو يعني الاوبيستي الحاجات دي كلها هو يعتبر ريسك فاكتور مشترك. فالسموكينج ده هو الميل كوز بما فيه الريس. طيب لما دراسات عامة كتير قبل ما نبطل بس مرة قبل ما نبطل تدخين بيحصل 33% ريدكشن الاول تايب كانسر اللي هو الريسك فاكتور بتاع الكانسر. طب ما ايه نسبة الكانسر اللي بتحصل بس 33%؟ يعني انا عندي ايه في عيان عندهم كانسر انا اقدر اديهم ان انا اعمل كانسر احنا مش عايزين تدخين ان انا اقدر افوت 33 عيان ده هو يعتبر بس يعني. وبيقلل 25% اسمه كارد ديزيز اللي هو اللي انا بسموكي برضه ايه عامل هايبرتنشن عامل ايه انسبكشن بس العيال حاجه صايره في العيال عشان يحس بضغط عالي. فلما نعمل سكيل ونعرف بعد كده ايه الحاجات المعينه على اساسها وايه الضغط العيال وعامل خير الضغط العيال لو انا عملت انسبكشن من هايبرتنشن انا بقلل 50% المشاكل اللي بتحصل منه السلوس المشاكل اللي ممكن تحصل منه 50% يعني من 10 يعني 50% بقلل الحاجات دي. فالموضوع ده يعني مهم جدا. بيقول ايه كمان؟ ان كمان اللي احنا سواء كانسر او سيليكون او سيليكون ديزيز او الاكسنت الحاجات دي اسمها بريفيتال يعني بريفيتال ديزيز حاجات تقدر اصلا تحاول ما تجيش. ان انا اصلا اعالج بقى الحاجات دي ده بيحمل الدوله ميزانيه لصحه كبيره جدا جدا بتاخد يعني بعد كده نصف عشان الاشعه والبيبي والبنات بتاخد جزء كبير من الميزانيه وعايزه يعني عايزه مصاريف كتير قوي قوي فده يعتبر بيرتن على الريسك دي. الحاجه مع كده ان البادجت اصلا المخصصه للصحه او للبيت دي جزء قليل قوي قوي في البادجت في مصر العامه للدوله كلها. عشان كده في حاجه مهمه اصلا ان انا ايه ما تكونش شرط كويسه ان انا اهتم بالدوله. تمام؟ احنا زي ما قلنا يعني لسه بتاعتهم عاليه الريسك دي انها بتأدي الريسك بس عاليه جدا وان انا عملت لها ديتكشن هتقلل نسبه ايه؟ مجرد ما عملها ديتكشن سواء بس ممكن نقلله او هايبر تنشن ما يسهل يعني يقلل الديزيز اللي ممكن تحصل. وان كمان هي ليها بيردن عالي كونوميك بيردن عالي وكمان كوزن انا ما كنتش اصلا مصرف على الصحه وخاصه الجزء ده من الصحه فلوس كتير يعني. عشان كده الدكتورز عامه لازم كلنا سواء فاميلي فيزيشن او اي تخصص كلنا ان شاء الله نبقى دكاتره صح؟ لو حد مش هيبقى كلنا نبقى دكاتره بجد؟ صح صح كده اكيد انت مش هتبقى دكاتره بس انا فاهم فيزيشن اي تخصص تاني لازم احنا نتعلم ازاي البراكتس اكسبرت كير ما تقدرش ناخد تخصص معين يعني تخصص تاني اكيد بيتطور من الحاجات دي اكيد بيعمل فيزيشن زي كده قوي احنا بنعمل بس من كتر الضغط من كتر الكونكشن كونكشن فخلاص انا مايندد بالجيرد كير بس او التريتمنت بس احنا بنعمل لازم اي عيان يجي لك شوف ايه الرول بتاعك احسن فيك ايه. فاحنا عملنا اصلا حفظ نفسي دورات يعني الدورات عندنا من دورات الشعر عندنا حفظ النفس هما خمسه دورات الشعر عندنا خمسه دي اساسيات زي الشعر يعني خمسه حفظ النفس دي حاجه مهمه قوي فهي مش هي مهمه عشان امريكا عملت احصائيات اصلا ان العوافيات عندنا كذا واحنا بنتكلم بريفنشن خمسه صحه الانسان ده المقاصد الشرع عندنا حفظ النفس حفظ الدين حفظ العقل قد ايه احنا دايما اصلا الانسان نفسه حفظ العقل حفظ النفس حفظ المال حفظ الدين فدي حاجه مهمه قوي قوي قوي. احنا مش عايزين نبقى ماشيين احنا عندنا احنا عندنا مواد كتير زمان قوي ما بنبقاش كنا احنا هنا الرياضه ايام زمان بقى احنا عايزين نرجع كل واحد يبقى ليه هدف كبير مش شرط ان انا اعمل جول مش شرط ان احنا نكون كبيرين. ايه المهم اللي انا
مش بس الجسم كويس، لا لازم الواحد نفسيا كويس، يبقى فيزيكال ومنتال وسوشيال كويس. تمام؟ عشان كده زي ما قلنا الفوتوميز والسبارتونيك مش بيكونوا على بتاع الكورة ده، مش بنعمل بس بتاع العيال ك فيزيكال تنس، لا فيزيكال ومنتال سوشيال كويس عليك سوشيال. تمام؟ ويبقى مش بس كده، لانه حتى لو عايز زي ما قلنا لو عنده سيرتي معينه الكواليتي بتاعتك كويسه. انا عامل كمان انا مثلا ما عايشه عندي مثلا ضغط السكر، ما بقاش عايشه بقى انا اصلا بيتسبب لي كمان المشاكل بقى والسكر ده في الادميشن مشاكل سريتي الكومبليكيشن المشاكل دي، لا راشد مال ايه؟ اللايف ستايل عندي كويس. طب هو الكومبليكيشن هو دول من الكومبليكيشن دي عندهم سيم كاركترستكس معينه، بس بتكون مهمه تقريبا نفس الايج نفس الايج نفس ال يقرأ الـ Disinfection، معنى الـ Reflection، زي الـ Immunization، و الـ Risk Factor،
ايه ان انا اعمل ريسبكت واعمل ريفيو ديفيجن ايه برضه بس ايه الحاجات اللي لسه اخطر عيانه. طب هو البريفنشن بس على موضوع 25 سنة مش هتفرق، بيفرق نسبة قليلة أوي في اللايف
بتاعي الوي الانساني. طبعا بقى انا دلوقتي الدكتور ايه في مره كنت بنت عشان انا كنت كلام مع ليش قلت نوظف الناس من اكتر من بعض الاثنين مش بيبقوا قابلين اصلا ان هم يسمعوا الحاجات حاجه جديده على طبعا مش معنى النقد ده عندي مش معنى جاي اتعامل معاه ازاي قابلين يسمعوها بس يسمعوا فعلا لما تقول بس في حاجه ركزت المره دي لما تقول دلوقتي مش هتعمل كده معايا تمام. بعدها الدكتور اصلا اكيد في دور عن الموضوع ده فدخل برضه موضوع الساحه. طب ايه حاجه في الحياه ممكن تبقى كفايه كده على حضرتك ايه اللي لازم ممكن تدخل بيها الانتباه كتير حاجات يحصل حاجات فيها ليكو زي المورتاليتي زي الكوري مارتسيز وستوكس كانسر او احسن تدخل الحاجات دي او حاجات تانية في جلدس عشان تحس الكواليتي اوف لايف ناس عندهم فيها تاريس او دايتس او ازمه فتدخل معاها تحس الكواليتي اوف لايف. لو مثلا عيال سكر احنا مثلا عيال سكر في كندا عيال سكر جايه يعني عندها كونديشن في الصابع الجايه الاثنين تمام وجايه جايه لك انها بقى بتستخدم تقنيه كده يعني تسيب الماتس اللي هي بقى قديمه محمره والكلام ده كله تمام. طب تقصد مثلا كان عندي ده خلل من كام شهر وخدت الوضع دي كانت اتحسنت ويقول لها اصلا انت سكرت كل حاجه. طب انت التراكم بتاعك كان لما تراكم تراكم 11 سكر التراكم بتاعها 11 وهي تقول طب ماشي ايه المشكله. طب هو دي محدش قال لها ان التراكم ده سيمانس دي حاجه مش يعني هي مش مدركه هي مش شايفه شيء. انا قلت لها انت مش بتشوفي انا بشوفك احنا بنشوفك يعني سيمانس مع الكاتب ده خلاص المعنى اللي بتشوفه ولا ابني هي كده حياتها مقدره ليه؟ طب انا مش عارف في البيت يجيب لي الدواء. طب بعد كده لما حصلت احنا بنحكي عن كده قد ايه كمان هيلثي اديوكيشن بس بتاعتها احنا ظبطوا بعض السكر كان كل حاجه كتير جدا عايز اقول فعشان كده احنا ايه؟ يعني احنا هنفرق في الكواليتي كلها بتاعت عيالنا عيالنا بتاعت البيوتيز مثلا خالص لا احنا تقدر تمشي على حاجه غريبه تمام؟ فبنلاقي حته الريفيرشن بقى احنا بنحس الكواليتي كلها بتاعت عيالنا مش هتبقى ولا سكر ولا حاجه تانيه لا احنا ممكن نعيش السكر مش مشكله اصلا في ناس بتظبط السكر بس اصلا فاهم ازاي مش فاهمه كده بس عشان مش مستسلمه وتواصل شويه اي مشكله ممكن تحصل. بالعكس بقى يعني لازم تعرف المشكله ممكن تعرضها. يعني على فكره يعني في ناس خايفه اصلا على صحتها ولازم الشباب اصلا، بس لازم انت ايه؟ تعرف يعني ممكن تحصل كذا وكذا وكذا. تمام؟ ايه تاني؟ الحاجات بقى ليها مفاتيح ليها برضه حاجات زي ما انا سمعت حاجات ليها علاقه بالمفاتيح ليها علاقه بالسرير برضه سموكينج واللايت والاكسرسايز بس فاكتورز يعني كتير. تاني الحاجات دي بس فاكتورز اكبر كتير. ماشي زي شوف كوز الكورونا اتش اي في حاجات الكوليكو ديزيز بقى زي ايه كورونا كل ده زي ما كنا بنتكلم احنا زي ما بنتكلم شوف كورونا كورونا وشوف كوز سيفتي وايه اللي ممكن ندخل فيه حاجات بقى معروفه كده ممكن ندخل فيها بدري كويسه جدا زي مثلا الانتي بيتال ايه في البريجنسي تمام. تعالى لما تدخل عارف انك تدخل كاس او ثلاث شهور غير ما حد يجي بقى واحنا جايين وانت عندها بيبي في نيويورك ليه اسمه خارج شيء في الاسم ده؟ لا كان عندي فيها انت تركيه بعمل كل ده كله بعمل بريفيشن فهو انا انت تركيه سواء انا خصوصي للاسف انت مثلا سكرين ودايتس مثلا جاي عندك كورسوليك او عنده مشكله تمام؟ في هذه البريفيشن انت بقيت تاخدها لما تاخد دواء هي مش عارفه ما ينفعش ما يعدي بس انت هيأثر على الدنيا تمام؟ لا في الدنيا سكريبيشن عن الدواء اللي بتاخدها عن التحليل اللي بتعملها سكرين معين بتعمل عن التطعيمات اللي بتاخدها وما بتاخدهاش هي مثلا مدرسه عارفه انها سكت وخلاها لو عندك طفل في الفصل عنده موبيلا لا انت مدرسه هتقطع اصلا قبل الحمل بكام شهر اصلا تمام؟ فبيفرق فدي الحاجات احنا عارفينها بليز كون فعلا مش انا مش هسيب اقرا لا سواء بقى في اكل تركيا ايه في فاملي بان دي اللي هي حاجه هتكلم عنها ايه في الصبر بيقول لك الاولي بيكلم في التطعيمات وبرضه موضوع السكرين اللي هي بنتكلم عن سنوات سنين عامة ان هي حاجات ايه كتير بس بنتكلم فيها شفت ان برضه بنعمل ايه؟ زي ما احنا في عيادة اسمها ويل بيبي كلينك مش بيجيها طفل العيال لا هي عشان يطعم لا في شرط كده بتقوم الوزن بتاعه ازاي
ينقص طوله ووزنه وبيعمل عمليه معايا في حته ثانيه تمام، يعني ايه اسباب الكيمياء. وطبعا كده لما نشوف صحه السبايزي ونشوف ايه نحسن الكيمياء بتاعتي كواليتي بتاعت الكيمياء اللي بتطلع عليه فيها يعني اكون بستخدم طريقه احنا قررنا خالص. طب هو بيقول لك ازاي قلنا الوضع مهم وبريك قلت مش عامل البريس مره ثانيه مره ده هو اللي استورد العلاج مش كده. الدكتور بيناقش مع العيان خطه العلاج بتاعته الكلام ده اللي اتكلم عن المرض بشكل ايه والكلام ده كله اللي هي بيشنت سيندروم كير. احنا مش بنقدم ديزيز سيندروم كير، احنا بنقدم بيشنت سيندروم كير. طب الراجل ده عامل بحث سري اصلا الدكتور بيشرح هو مش شغال في حاجه، هو اصلا شغلته ما بيعرفش الحاجات دي، هو بيتكلم معايا في الحاجات دي. هو عنده وقت تلاقي عالم جديد ويحب يجي له تاني عشان ايه؟ هو لو بيتكلم عن الحاجات دي مش بيديله علاج وبيمشي. طب ليه الفاميلي فيزيشن هو اللي هو كده؟ ليه هو يعني الفاميلي فيزيشن هو يعتبر ايه المناسب للبريس لايف والسباك الكيرم دي؟ عشان هو هو زي ما هو الجيت كي يعني هو اول واحد بيسمع فيست كونتاكت العيان هو الجيت كي هو حاسس بالبوابه الصحيه لسه. شكرا يا شباب.
خلصنا خط قياسي خلصنا خط قياسي لا ربنا يجزيك عنا كل خير يا رب. شكرا جدا.